دلوقتي جه الميعاد مع بوسطجي السعادة. لو انت ما تعرفش يعني ايه بوسطجي السعادة، هي دي الوسيلة اللي بنتواصل مع حضراتكم بيها، وبنتواصل من خلالكم مع الناس الطيبين اللي انتوا بترشحوا لنا ان احنا نكون معاهم وفي ظهرهم. هو ده اتوبيس السعادة، وهو ده اللي بيهدف ليه دايما، نشر السعادة، وكمان تكونوا حضراتكم سبب في نشر السعادة دي. يلا نقرا الجواب. يلا بينا. هو جواب مختصر ولطيف جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله انا زي الفل، يا رب تكون بخير. انا من متابعي برنامج اتوبيس السعادة، وعارف انكم بتدوروا دوما على مصادر السعادة، ماشي، فانتوا كمان عارف انكم عايزين تدخلوا السعادة على وشوش الناس. يا رب نكون بنعرف نعمل ده فعلا. وعلشان كده ده خلاني ابعت واطلب من حضرتك طلب انك تقوموا بتوزيع وجبات غذائية على اهلنا، ده هيفرحهم جدا وهيسعدهم. واسمح لي مش هقول اسم المكان في الجواب، هبعته لحضرتك بس لا يعلن، وببعت لحضرتك وعندي امل ان الجواب ده يكون سبب في نشر السعادة دي، وانك كمان تقدر تساعدهم وتفرحهم، وربنا يجعلكم دايما من اهل السعادة فاعل خير. هو بس عايزين نتفق على حاجة، طبعا هو مفيش مكان هيتقال ولا اي حاجة ولا في صورة لحد، وانتوا عارفين فكرة بوسطجي السعادة لا في وش بيظهر ولا اي حاجة، حتى المكالمة النهاردة مش معانا، يعني حتى لما يبقى في وسيلة تواصل بتبقى عن طريق التليفون، لكن ده مش موجود النهاردة. وما تقلقش مش هنقول اسم مكان او حاجة، مع انه كنت احب اقول عشان الناس تروح تكون سبب في فرحتهم، بس احنا هنعمل اللي حضرتك طلبته وهننفذه، وهنعمل الموضوع على كبير شوية. احنا هندخل المطبخ وهنعمل الاكل وهنجهز وجبات وهنجهز عدد كبير جدا. والمكان اللي حضرتك قلت لي عليه بيني وبينك يعني، المكان ده حلو جدا، واهلنا اللي موجودين فيه اللي انا عرفته ان هم مش اطفال بس، لا ده اطفال ومسنين وناس كتير جدا، دول فوق راسنا. وعلشان كده احنا هننطلق دلوقتي لمطبخ اتوبيس السعاده، هنجهز اكبر عدد من الوجبات، والمتطوعين بتوعنا هم صناع السعاده اللي هيعملوا كل ده، وهنروح مع بعض ونوصلها وتكون سبب في السعاده. والفضل والشكر ليك حضرتك انك اختصيت اتوبيس السعادة انه هو يعمل الموضوع ده. جاهزين؟ يلا بينا نروح مطبخ السعادة. استجابة لطلب بوسطجي السعادة، احنا الطلبات بتيجي على طول على صفحة اتوبيس السعادة مع احمد يونس على فيسبوك، وكل واحد بيقترح ازاي يكون سبب في فرحة غيره. والنهاردة الطلب بتاع اتوبيس السعادة وطلب بوسطجي السعادة تحديدا طلب حلو جدا، زي ما سمعنا من شوية وزي ما شفنا من شوية، وعايز ينشر الفرحة بشكل مختلف جدا، فكرة الاطعام وفكرة ان احنا نفرح الناس بان احنا نبعت لهم وجبة سخنة حلوة جدا تفرحهم ويبقى في نوع من التواصل. فقرر بوسطجي السعادة ان هو يختار اتوبيس السعادة يقوم بالمهمة دي. اهو الشباب والبنات قايمين بالمهمة على اكمل وجه، ترتيب 500 وجبة هيطلعوا النهاردة مع اتوبيس السعادة. مين اللي بيقوم بده؟ حضراتكم. ايوه انتوا صناع السعادة واهل الخير اللي بتحاولوا دايما تكونوا سبب في رسم السعادة. احنا شغالين اهو، خليكم معانا. احنا كده خلصنا النص تمام؟ ايه؟ هننجز ولا ايه؟ ايه؟ نمت ولا ايه؟ لا كل واحد هوزنه وهو خارج لاقي زاد جرام. لسه مكملين؟ احنا كده خلصنا نص الكمية، لسه باقي النص التاني، فلسه المهمة مهمة السعادة مكملة. زي ما قلنا لكم في البداية كانت رسالة من بوسطجي السعادة طلب واحنا نفذنا، لسه هنكمل والحاجات هتنطلق تروح للمكان اللي تحدد لنا بالظبط نوديها فين. خليكم معانا لسه مكملين جولتنا لصناعة السعادة واتوبيس السعادة.